يعرفون بهذه الصواريخ أن يأتوا إلى هذه البلدة ويروا هذه الحفرة التي سببها هذا الصاروخ، مع العلم أنه يعني بعد انفجار هذا الصاروخ، بعد انفجار هذا الصاروخ يعني فقط عثرنا على شظايا يعني بسيطة جدا، لم نعثر على أي أثر لصاروخ كبير. على كل حال ماجد، سنكون معكم حول كل جديد في حلب ومختلف المحافظات السورية. ماجد عبد النور مراسل شبكة شام الإخبارية، كنت معنا من حلب.